نروح ايضا مع حضراتكم لاجتماع مهم، اجتماع كان مع الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط بوجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكان مع ادارات مهمه داخل النادي الاهلي. الاجتماع ده كان مع رئيس قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو، كان مع الكابتن فتحي مبروك رئيس لجنه اكتشاف المواهب، ايضا كان مع الكابتن عبد المنعم شطه رئيس اكاديميات الاهلي، وكان مع الكابتن امير توفيق رئيس لجنه التعاقدات والتسويق. اجتماع مهم، اجتماع علشان التخطيط خلال الفتره القادمه والتنسيق بين الاربع ادارات، ان الاربع ادارات العمل بتاعهم متناسق مع بعض او كلهم ماشيين مع بعض. ازاي؟ النهارده اللجنه استمعت لكلام الكابتن خالد بيبو، بتشوفوا خلال الفتره القادمه ازاي العمل هيكون داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ايه التدعيمات اللي الكابتن خالد بيبو محتاجها للقطاع خلال الفتره القادمه؟ ايه العناصر المميزه اللي ممكن النادي الاهلي يشتريها او تيجي من خلال الاختبارات في المحافظات خلال الفتره القادمه؟ وده كان بالتنسيق مع الكابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك رئيس لجنه اكتشاف المواهب علشان يبدا التنسيق في المنطقه دي. وايضا كمان من خلال الكابتن عبد المنعم شطه ازاي النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، النادي الاهلي ما شاء الله عنده 16 فرع لاكاديمياته، ازاي الفتره الجايه النادي الاهلي يكون عنده فروع اكثر واكثر. ايضا الكابتن امير توفيق بالتنسيق مع الكابتن خالد بيمو علشان عمليه تسويق اللاعبين، والفكره اللي قالها لنا الكابتن امير توفيق ان النادي الاهلي مش هيكتفي على عمليه الاعارات هنا داخل مصر بس. الاعارات اللي ناجحه اللي احنا شفناها في الجونه، شفناها في الاتحاد السكندري، ايضا شفناها في السموحه، احمد عبد القادر ومحمد شكري اللي بيشارك في المباراه السابقه امام اسوان، يعني اعارات نجاحه في مصر، لكن تطلعات وافكار النادي الاهلي ازاي اللعيبه دي تكتسب خبرات اوروبيه. فدي الفكره اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فعلشان كده كان الاجتماع مهم بين الاربع ادارات، كابتن فتحي مبروك لجنه اكتشاف المواهب، كابتن شطه الاكاديميات والاكاديميات طبعا فيها عنصر مواهب او مواهب كبيره، والكابتن امير تسويق عمليه التسويق لاداره قطاع الناشئين.